اهلا، انا رميساء. اليوم حابه اوريكم روتيني اليومي في السكين كير وفي الميك اب. تعالوا شوفوا معايا. طبعا زي ما انتم عارفين اساس الميك اب الحلو ان تكون البشره حلوه، فلذلك انا عملت سكين كير سريع قبل ما ابدا اعمل لوك الميك اب. اول حاجه نظفت بشرتي بتونر منظف عميق للبشره من براند سويس لاين. بعد ما نظفت بشرتي استخدمت ماسك، الماسك من سكين فود. الماسك هذا عباره عن تغذيه وترطيب للبشره، بنحط الماسك على الوجه كامل وبنخليه لمدة 15 دقيقة. الخطوة الثالثة حطيت تحت عيوني ماسك من زيرو سكن. هذا الماسك بيعمل على إزالة السواد تحت العين وبرضه بيعطينا ترطيب. استخدمت برضه لترطيب بشرتي كريم مرطب من فيتشي. فيتشي بيحتوي على نسبة عالية من الكولاجين المعروف بتجديد الخلايا، وهو كذلك محارب للشيخوخة. طبعا ما ننسى ترطيب الشفايف، لانه بالصيف بتتشقق الشفايف كثير، فلازم تكون مترطبه قبل ما نحط عليها الروج. دمجت الفاونديشن باستخدام البيوتي بلندر من ميك اب فور ايفر. زي ما انتم شايفين دحين راح ابدا اثبت الفاونديشن باستخدام الباودر من بلاك اب. وزي ما قلت لكم اللوك اليوم جدا سيمبل وخفيف، فعشان كده استخدمت للاي شادو لون نود او لون قريب من لون البشره عشان ما يبين معانا لون. يكون اكتمل اللوك. زي ما انتم شايفين عملت سكين كير قبل الميك اب، احس انه مره اعطاني بشره جدا حلوه. مره مهم السكين كير، جربوها. اعملوا سكين كير بعدين اعملوا ميك اب، حتلاحظوا الفرق انه قديش البشره الحلوه بتعطينا نتيجه ميك اب مره حلوه. خلصنا كده من اللوك، كان جدا سريع وزي ما انتم شايفين النتيجه طلع معانا شيء مره حلو، ابرز الملامح بنفس الوقت كان خفيف وسهل.